الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. نرحب بضيوف مجلسنا المبارك، مجلس الخميس الثقافي الذي نستضيف فيه هذه الليلة أستاذنا الدكتور قحطان الدوري ليحدثنا عن التعليم بين الطريقتين القديمة والحديثة. محاضرة اليوم جاءت بالتعاون مع القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين ومجلس الخميس الثقافي، فأهلا وسهلا بضيفنا الدكتور، فليتفضل. جزاه الله خيرا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. فضيلة الشيخ الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين حفظه الله ورعاه، أصحاب السيادة المشايخ والعلماء، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب مني الشيخ الدكتور عماد الجبوري أن أعرض طريقة تلقي طلبة العلم سابقا وما صاروا إليه لاحقا في ضوء المناهج الدراسية الحديثة في المدارس الدينية وكليات الشريعة، اعتمادا على ما قرأته في تاريخ التعليم وعلى ما رأيته من مشايخنا وعلى ما قرر وقررناه في تدريسنا في الجامعة. فكان عنوان هذه الورقة تعلم الطالب بين الطريقتين، وهنا للعهد أي الطريقة القديمة والطريقة الحديثة. أقول بعد هذا، في القرآن الكريم آيات بينات أوضحت فضل العلم والعلماء، منها قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا الاستفهام مجازي خرج إلى النفي، أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث متفق عليه. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التعلم، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وحسنه. قال النووي: قوله وما والاه أي طاعة الله، طاعة الله سبحانه وتعالى. ودعا عليه الصلاة والسلام إلى تدارس العلم، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. والحديث رواه مسلم أيضا. وما فداء أسرى بدر بتعليم أحدهم عشرة من صبيان المسلمين عنا ببعيد. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، والكتب المؤلفة في ذلك
كثيرة جدا، من أظهرها كتاب الإمام ابن عبد البر بيان فضل العلم وأهله. فكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مدرسة منظمة تعلم فيها المسلمون، وهكذا كانت المساجد في بلاد العالم الإسلامي. ثم أنشأ المسلمون المدارس الكثيرة التي تخرج فيها العلماء ونشروا الإسلام في بقاع الأرض، وكتب الحضارة الإسلامية تحدثت عن ذلك بالتفصيل. وإذا نظرنا إلى كتاب الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي الدمشقي، وكتاب الخطط المقريزية لتقي الدين المقريزي المصري، وكتب أستاذنا الدكتور ناجي معروف رحمه الله عن المدرسة المستنصرية والمدارس النظامية وغيرها، وكتب التاريخ العام، نقف مبهورين أمام تلك الجهود المثمرة التي بذلها علماؤنا في بناء حضارتنا الإسلامية. وقد أولى المسلمون كل ركن من أركان العملية التعليمية التي هي المعلم والطالب والكتاب، هذه الأركان الثلاثة، عناية فائقة بحيث أدت غايتها وأينعت ثمارها بشكل لم تشهده أمة من الأمم. فكانت المدرسة الأولى هي مدرسة تلقي الطالب المادة العلمية من الشيخ مباشرة، وبداياتها في حديث جبريل حين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الإيمان، قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، إلى آخر الحديث في الحديث الذي رواه مسلم. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يلازمون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه، وكانوا يتناوبون فيه. ففي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، أي في ناحية أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، إلى آخر الحديث الذي رواه البخاري. وتتابع الصحابة على هذا الحرص على التعلم والتعليم، وحين وصلوا في الفتوحات شرقا وغربا صار كل صحابي أستاذا في البلد الذي حل فيه، ينشر ما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتكاثر من بعدهم الطلبة والشيوخ في مختلف البلاد، والناظر في كتب التاريخ والطبقات يجد أن هذه البلاد البعيدة في الشرق والغرب كانت مرصعة بالمدارس التي تخرج فيها العلماء. ومع أن الغالب منهم كانوا موسوعيين، إلا أن منهم من تخصص بالتفسير أو الحديث أو العقائد وغيرها من العلوم، وظهرت على أيديهم المؤلفات الكثيرة التي ضمتها المكتبات اليوم التي بلغت الملايين في مكتبات العالم المختلفة. وكان الأمراء يتسابقون إلى بناء المدارس والمكتبات ورصد الأوقاف لها، حتى أن بعضهم جعل في المكتبة الأقلام والحبر والورق مجانا لمن أراد أن يستنسخ من المكتبة ما شاء من الكتب. وبلغ بالبعض من حبه للكتاب أن جاء أحدهم إلى وراق في الأندلس وأراد شراء كتاب، فنازعه قصاب في ذلك، فقال له: هذا الكتاب بغيتي وأنت قصاب لا شأن لك به. فقال له القصاب: إن في مكتبتي فراغا لا يسده إلا هذا الكتاب. وبلغت المدارس النظامية
التي أسسها نظام الملك الوزير السلجوقي 39 مدرسة منبثة في أنحاء العالم الإسلامي، ومن أساتذتها ببغداد كان الإمام أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب والإمام الغزالي. وكانت المدرسة المستنصرية ببغداد لا يقبل الطالب بها إلا إذا كان مؤلفا لكتاب، الطالب لا يقبل فيها إلا إذا كان مؤلفا لكتاب أو كاتبا حاشية على كتاب. وهيئت لمدرسيها أسباب العيش الرغيد، فبيت الشيخ يأتيه في كل يوم الطعام من لحم وخضر وفاكهة، ويرصد له المال الذي يكفيه من الملبس وغيره، وبذلك يكون الشيخ متفرغا للتدريس والتأليف غير محتاج إلى شيء. وكان الشيوخ يؤلفون ويتولون تدريس ما كتبوه لطلابهم ويبدأ التنقيح. فكان الإمام المرغيناني الفرغاني البكري المتوفى سنة 593 هجرية حين ألف كتابه المغني في 80 مجلدا راجع نفسه، من يحمله، من يستفيد منه، فقرر اختصاره. فلبث 13 عاما يدقق في عباراته مع طلبته، وكان طول هذه الفترة صائما، وانتهى منه ليكون بداية المبتدئ وهو متن، وشرحه الهداية شرح بداية المبتدئ وهو أجل كتب الفقه الحنفي، دارت عليه شروح وأخذت منه المختصرات وغيرها من الكتب. وهكذا بقية العلماء الذين لا زالت مصنفاتهم مراجعنا في حل المعضلات، ودونوا مصنفات للتعليم وما يجب أن يلتزم الطالب والشيخ من آداب، مثل تعليم المتعلم لبرهان الإسلام الزرنوجي الذي كان حيا سنة 593 هجرية تلميذ صاحب الهداية، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 هجرية، وتذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة المتوفى سنة 733 هجرية. وتضمنت كتب مصطلح الحديث عموما آداب المحدث والمتلقي. وتبلورت الدراسة فيما بعد، وصار الطالب يقرأ في النحو بعد الآج الرومية الكافية، ثم شرح ابن عقيل أو البهجة المرية للسيوطي أو شرح الأشموني، وفي علم البلاغة تلخيص المفتاح وشرحه للتفتازاني، وفي الصرف المقصود ثم الشافية وشرحها، وفي التفسير تفسير البيضاوي، وفي الحديث الأربعين النووية وشروحها ثم شروح الصحيحين والسنن، وفي الفقه نور الإيضاح وشرحه ثم الاختيار ثم الهداية، وهذه في فقه الحنفية وفي مستواها في المذاهب الأخرى. وفي أصول الفقه المنار للنسفي وجمع الجوامع وشروحهما، وفي العقائد الخريدة وشرحها للدردير، وشرح العقيدة النسفية للتفتازاني، ثم مقاصد الطالبين والمواقف لعضد الدين الإيجي، وفي علم المنطق إيساغوجي للأبهري وشرحه مغني الطلاب لمحمود المغنيسي، والسلم المنورق للأخضري. وعادة كان الطالب يدرس في هذه المدارس مدة 12 عاما، يبدأ من مرحلة تلقين الحروف ومعرفة القراءة والكتابة لينتهي إلى قراءة الكتب المبسوطة. وكان الطالب يقرأ الكتاب كله على الشيخ كلمة كلمة، فإذا استشكل عبارة أو كلمة شرحها له الشيخ، ويحفظ المتون ثم يقرأ الشروح والحواشي والتقريرات. وكان الطلبة يتابعون الدروس من غير انقطاع ويراجعونها مع الآخرين، وكانوا يسألون من قبل الشيوخ عن حفظهم
وفهمهم. لذلك كانت دراسة هؤلاء الطلبة متينة ترسخ العلم في ذهن الطالب، وهذه الطريقة هي المتبعة إلى ظهور المدارس الحديثة في القرن الماضي، وربما بقيت في بعض البلدان الإسلامية على حالها السابق. لكن تحت ضغط التوجه الجديد للتعليم قبل في المدارس الدينية الطلاب الذين أنهوا الصف السادس الابتدائي في المدارس العامة العراقية مثلا، حيث يدرسون فيها 6 سنوات دراسة شرعية، يحفظون المتون ويدرسون الشروح ويحضرونها قبل دخول الدرس، ودروسهم تبدأ من الصباح إلى الظهر، ثم تليها فترة القيلولة من الظهر إلى العصر وهي فترة استراحة، وبعد العصر يبدأ الطلبة بحفظ ما درسوه وتحضيره حتى الساعة 10 ليلا، ومدة الدرس غير محددة، فربما تكون ربع ساعة وربما تصل إلى 1.5 ساعة حسب الموضوع الذي يدرسونه. ويبقى الأستاذ جالسا في مكانه في إحدى زوايا المسجد، فإذا انتهى من درسه غادره الطلبة إلى أستاذ آخر ليأتي غيرهم، وهكذا كان الطلبة ينتقلون من أستاذ العقيدة إلى أستاذ الفقه والأصول أو التفسير أو الحديث. وانتقال الطلبة بين الأساتذة يكون برعاية مشرفين معينين، وتجرى امتحانات فصلية ونهائية تقرر نجاح الطالب أو رسوبه، وقد تكون للتدريس طريقة أخرى حسب ما تراه إدارة المدرسة. وعموم هذه المدارس في العراق تشرف عليها وزارة الأوقاف، وكان منها في أواخر 40ينيات القرن 20 المدرسة النجيبية في بغداد الواقعة بجانب الثانوية المركزية عند وزارة الدفاع. وصار توجه جديد فتحت به وزارة التربية العراقية مدارس إسلامية على نظام المدارس الثانوية العامة، يدخلها خريجو الصف السادس الابتدائي من المدارس العامة ويدرسون فيها دروس الشريعة كالتفسير والحديث والفقه والأصول، إضافة إلى ما يدرسه طلاب المدارس الثانوية العامة من دروس الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات والجغرافيا وغيرها، لكن دراستهم ليست بمتانة الدراسة التي تجرى في المدارس الدينية الأصيلة ولا بمتانة الدراسة الثانوية. وحين عرض المسؤولون أمر إقرارها في وزارة التربية العراقية على مجلس التربية الذي هو أعلى سلطة في وزارة التربية، رفض المجلس أكثر من مرة لاعتبارات طائفية كما هو واضح للكثير، بحجة أن هذا من عمل وزارة الأوقاف، إلى أن استوزر الأستاذ محمد محجوب رحمه الله فعرض الأمر على مجلس التربية كما حدثني مدير المدارس الإسلامية في الوزارة، فقال الوزير إن القيادة السياسية تريد فتحها، فأذعن الجميع عندئذ وصدر الأمر بفتحها تابعة لوزارة التربية. وكانت هذه المدارس من روافد كلية الشريعة، ورافدها الآخر هو المدارس الثانوية العامة. وكلية الشريعة هذه يدرس الطالب فيها 4 سنوات ما يأتي: علوم الشريعة كعلوم القرآن والتفسير والحديث وعلومه، والعقيدة والفقه الحنفي والمقارن وأصول الفقه، وعلوم اللغة العربية كالنحو والصرف والبلاغة والعروض والأدب العربي، ومواد أخرى كالمنطق والفلسفة ومناهج البحث والأديان وعلم الاجتماع وعلم النفس والتاريخ الإسلامي واللغة الإنجليزية. وكان الخريج فيها يمنح شهادة البكالوريوس في كلية في الشريعة الإسلامية والآداب، ويلتزم بكفالة تقتضيه أن يدرس عند تخرجه في المدارس الثانوية بوزارة التربية، شأنه بذلك شأن كلية التربية، ويقبل الطالب في القسم الداخلي ويوفر له الطعام بوجبات 3 جيدة جدا، والسكن في الطابق العلوي
من المبنى الملاصق لجامع الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه. أما الطابق الأرضي ففيه إدارة الكلية والقاعات التدريسية والمكتبة والنادي والحديقة والمخازن، وتصرف الكلية للطالب بدلتين صيفية وشتوية في كل عام، ودينارا واحدا للطالب كل شهر، وفي ذلك كفاية للطالب لا يحتاج إلى معونة أهله إذا أراد أن يقتصر على ذلك. وممن درس فيها من الأعلام شيوخنا الشيخ أمجد الزهاوي والشيخ محمد القزلجي أو القزلجي، لأنه كان هذا الرجل يعني من 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 غرائب الأساتذة. على كل حال، شيخ عبد الله الصوفي رحمهم الله جميعا، وشيخ محمد سعيد عبد الرحمن، والأساتذة محمد شفيق العاني رئيس محكمة التمييز، وعبد الرحمن البزاز، وعمر باوزير، وسعيد عبد الكريم، وياسين العزاوي، والأستاذ الدكتور عبد العزيز البسام وأخوه عبد الرحمن البسام، والأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري رئيس جامعة بغداد، والأستاذ الدكتور صالح أحمد العلي رئيس المجمع العلمي العراقي، والأستاذ الدكتور حسن علي الذنون. وممن درس وتسلم عمادة الكلية بعد الحاج حمدي العظمي الأستاذ الدكتور ناجي معروف، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الستار الجواري، والأستاذ الدكتور أحمد دانج القيسي، والأستاذ رشيد علي العبيدي. رشيد علي العبيدي الكبير، لأن أكو عندنا رشيدين، رشيد الصغير توفي قبل سنوات قليلة، لكنه أستاذنا الكبير هو الأستاذ رشيد علي العبيدي. ودرس في الكلية أساتذة آخرون مثل الأستاذ دكتور صبح الصالح من لبنان، وجملة من الأساتذة المصريين منهم الشيخ بدر الدين المتولي عبد الباسط رحمهم الله جميعا، وآخرون كثيرون كان لهم أثر كبير في تكوين الملكات العلمية للطلبة. لكن طريقتهم في التدريس غير نصية، إلا القليل منهم الذي كان يلتزم كتابا معينا كالاختيار والهداية وابن عقيل وتلخيص المفتاح، فكان الأستاذ يلقي الدرس وربما تكون مناقشات للطلبة، وغالبا لا يلتزم بإكمال المنهج المقرر، وقد تدرس بعض الموضوعات بمذكرات يعدها الأستاذ. والطالب الذي يريد أن يستفيد كان له المجال المفتوح، والجامعة اليوم لا تدرس من مواد الشريعة شيئا لطلابها إلا في كليات الشريعة والحقوق. وحين افتتحت جامعة الأزهر التي ضمت كليات الطب والصيدلة والهندسة وغيرها من الكليات العلمية، وذلك في أوائل ستينات القرن العشرين، تخرج طلبتها وذهبوا يعملون في مختلف البلاد وخاصة في جنوب شرق آسيا، وإذا بهم يفاجؤون في ماليزيا مثلا وأندونيسيا وأفريقيا وغيرها بأسئلة عن أمور شرعية باعتبارهم من خريجي الأزهر وهم لا يعرفون شيئا عنها. فتداركت جامعة الأزهر ذلك، فوضعت في المناهج مداخل لدراسة الشريعة من العقيدة والفقه يدرسها الطلاب في جميع كليات الجامعة على اختلاف تخصصاتهم، مع حفظ أجزاء من القرآن الكريم، لأنهم قد يقدمون إلى الصلاة أو إلى خطبة الجمعة وهم لا يعرفون شيئا من ذلك. وجامعات البلاد الإسلامية عامة لا يوجد فيها هذا التوجه، لذا يتخرج الطالب لا يعرف شيئا عن الإسلام، وإنما يعتمد على دراساته الذاتية وعلى ما يسمعه من هنا وهناك، فكانت معرفته بالإسلام ناقصة. وكثير من هؤلاء عندهم الحرص على الدين والمحبة له وتمني تطبيقه في الحياة، لكن معرفتهم بالدين غير كافية، فكان ذلك مدعاة لنشوء التطرف والإرهاب. والناظر في كل الحركات المتطرفة يجد أنها لم تلد من رحم كليات الشريعة والمدارس الدينية الإسلامية، وإنما نشأت من الفهم الناقص للقرآن والسنة وعلوم الشريعة. والآن أعرض لكم تجربة رائدة فريدة في العالم الإسلامي
لم أسمع أنها حدثت بعد إقرار الكليات في الجامعات المختلفة. فحين أسست جامعة آل البيت في الأردن وضعت الخطوط العريضة للمواد التي تدرس في أقسام الكليات كافة من قبل اللجنة الملكية المكونة من كبار الأساتذة، والدراسة في الجامعة وفق نظام الساعات المعتمدة. وساعات الخطة التدريسية في جميع كليات الجامعة هي 151 ساعة معتمدة شاملة لمتطلبات الجامعة ومتطلبات التخصص. أولا متطلبات الجامعة، وساعاتها الدراسية هي 58 ساعة معتمدة، وهي نوعان إجبارية واختيارية. المتطلبات الإجبارية بمعدل 43 ساعة معتمدة فيها مجاميع ثلاث، مجموعة الدراسات الإسلامية بواقع 24 ساعة معتمدة فيها المواد الآتية: علوم القرآن الكريم، علوم الحديث النبوي الشريف، العقيدة، المذاهب الإسلامية، الفقه، أصول الفقه، ودراسات في الأديان والإسلام والقضايا المعاصرة. مجموعة الدراسات اللغوية بواقع 6 ساعات، وهي اللغة العربية 1 واللغة العربية 2. ومجموعة الدراسات الثقافية بواقع 13 ساعة معتمدة، وهي التاريخ الإسلامي، تاريخ آل البيت وفقههم، الحاسوب 1، المكتبة وأساليب البحث، والتربية الرياضية. المتطلبات الاختيارية بمعدل 15 ساعة معتمدة وفيها مجموعتان: مجموعة الدراسات اللغوية بواقع 12 ساعة معتمدة وفيها اللغات الإسلامية، يختار الطالب منها لغة واحدة، بواقع 6 ساعات معتمدة هي اللغة التركية والفارسية والأردية والسواحلية والملايوية. واللغات الأوروبية يختار الطالب منها لغة واحدة بواقع 6 ساعات معتمدة هي اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والروسية. ثانيا مجموعة الدراسات الثقافية يختار الطالب مادة واحدة بواقع 3 ساعات معتمدة من بين المواد الآتية: مقدمة في الفلسفة وعلم المنطق، ومقدمة في علم الاجتماع، ومقدمة في علم النفس، ومقدمة في الفلكيات. وهذه المواد يدرسها طلبة الجامعة جميعهم وفي جميع الكليات، يعني هذه الدروس الإسلامية والدروس التابعة لها جميع الطلبة يدرسون في جميع الكليات، يدرسها المسلم وغير المسلم، والعربي وغير العربي. وخصصت لها في خطة كل مادة كتاب مقرر وكتب أخرى مساندة لها. وتدرس هذه المواد كأنها مواد تخصص، فليست ثقافية مجردة كما هو الحال في كثير من الأحيان الآن في بعض الجامعات. وكان اهتمام الجامعة بها كبيرا جدا، لذلك خصصت لها عمادة خاصة فيما بعد تتابع الطلبة وتدريسها. ثانيا متطلبات التخصص، وساعاتها الدراسية 93 ساعة معتمدة وفيها المواد الآتية: أولا المواد المساندة 24 ساعة معتمدة وهي من مواد الأقسام الأخرى. ثانيا المواد الإجبارية 54 ساعة معتمدة وهي مواد في تخصص القسم. ثالثا المواد الاختيارية 15 ساعة معتمدة وهي مواد في تخصص القسم أيضا. وكل قسم من كليات الجامعة مسؤول عن متابعة تدريس المواد المقررة في خطته الدراسية. وكان الأستاذ رئيس الجامعة متابعا، الأستاذ البخيت، متابعا ومراقبا للعملية التعليمية والتربوية والإدارية في الجامعة بكل جد ونشاط. وكنت حريصا جدا على متابعة تدريس هذه المواد وإنهاء مادة الخطة الدراسية في كليتنا، كلية الدراسات الفقهية والقانونية. ورأيت غالب الفيزياء والكيمياء والرياضيات، وربما كانوا من غير المسلمين. وحين قابلنا الطلبة المتقدمين إلى الدراسات العليا
رأينا طلبة جامعة آل البيت متفوقين على جميع طلبة الجامعات الأخرى كالجامعة الأردنية واليرموك ومؤتة والجامعات التي ترد إلى الأردن من البلاد الأخرى، وكل ذلك بفضل المتابعة الحثيثة لمتطلبات الجامعة التي تكون فيها الطالب تكوينا علميا عاليا. وحين غادرت جامعة آل البيت سنة 2007 وردني من رئيس الجامعة كتاب يفيد أن كليتنا حازت الدرجة الأولى بين كليات الجامعة، وبسبب الظروف التي أحاطت بالجامعة بدأت مواد متطلبات الجامعة تتآكل وتتقلص، لكنها بقيت متماسكة أكثر من 15 عاما وانتهى بها المطاف إلى الإلغاء التدريجي، ولم يبق منها حسب ما أخبرت إلا مادة واحدة وهي ثقافية لا يؤبه بها. والذي أعتقده أن مسؤولية نجاح العملية التعليمية تقع مجتمعة على عاتق أولا الأستاذ، لأنه هو الموجه للطالب والمحاسب له على تقصيره، ثانيا الطالب لأنه هو المتلقي للمادة العلمية، ثالثا الكتاب المقرر الذي يجب أن يكمله مدرسه ويحاسب الطلبة عليه. والناظر في الدراسة الجامعية يجد أنها معتمدة على إلقاء الأستاذ مادته على الطلبة غير معتمد الدراسة النصية، وبهذا نجد الفرق الكبير بين طريقة المتقدمين الذين يعتمدون الدراسة النصية الرصينة وبين الطريقة الحديثة. لذلك وجدت الكثير من الطلبة وخاصة من الأجانب في الكلية يذهبون إلى المشايخ في المساجد يدرسون على أيديهم ما يقررونه لهم من كتب دراسة نصية، ويأخذون منهم الإجازات العلمية، علما بأن الطلبة في كلتا المدرستين القديمة والحديثة يتفاوتون، فمنهم الحريص المجد ومنهم الضعيف الذي لا يتابع. ومع هذا كله أجد أن الدراسة النصية أنفع وأجدى، لأنها تمكن الطالب من الرجوع إلى الكتاب بأي وقت وفك عبارته المغلقة خاصة: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأرجو أن لا أكون قد أثقلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا أستاذنا فضيلة الدكتور قحطان الدوري على هذه المحاضرة القيمة، ونفتح باب الأسئلة والمداخلات. أستاذنا الدكتور قحطان الدوري على هذه المحاضرة العلمية القيمة المنهجية التاريخية التي أوعدنا المختصين وبعض الآخرين غير المختصين بالعلوم الشرعية على طريقة الدرس القديم وطريقة الدرس الحديث والفرق بينهما، وهذه المشكلة القديم والحديث والصراع بين القديم والحديث هي مشكلة موجودة كما تعلمون في مناهج التدريس، في مناهج الأدب، في السياسة، في القانون، في الصراع بين الشريعة والقانون. وعاشت بلادنا العربية والإسلامية هذه أو هذا الصراع منذ أواخر القرن التاسع عشر وإلى وقت قريب يظهر هذا الصراع ويقوى ويشتد ثم يخفت ثم يعود وهكذا، متأثرا بظروف سياسية في الغالب وهو ما حاصل الآن. هو هذا ظروف في البداية لم تكن سياسية، وإنما نوع من الصراع والنقاش والجدال بين العقليات، بين عقلية ارتضت القديم وغضبت عليه وتعتقد أنه هو الطريق الصواب الوحيد، وعقلية أخرى لا ترى أن تقتنع هذه الطريقة القديمة متأثرة بأفكار واردة من الخارج أو أفكار داخلية نتيجة رؤية للواقع، معرفة بقدرات البشر وما إلى ذلك. وفي كل مرتين بعد صراع طويل، وهذا الصراع له أمثلة في الأزهر بين الشيخ محمد عبده وشيوخ الأزهر، وبين الشيخ المراغي وشيوخ الأزهر، ثم في الستينات عندما تحول الجامع الأزهر إلى الجامعة الأزهرية، وفي العراق كان أيضا على شده في العشرينات بين
الأستاذ فهم المدرس رحمه الله وصادق الحصري رحمه الله، ثم استمر إلى نهاية الستينات، بداية السبعينات مع المدارس الدينية في العراق. إلى أواخر الستينات كان هناك مدارس دينية على الطريقة القديمة التي ذكرها الدكتور، يعني في بغداد فقط كان قرابة 40 مدرسة دينية وفي غيرها من المحافظات، ألغيت جميعا وألحقت بمعهد واحد والمعهد الإسلامي في منطقة السبع مكان المعروف. وبقيت بعض المدارس تقاوم إلى حد ما، مدرسة السامراء الدينية ومدرسة الأصفية من الشيخ العزيز السالم في حلوجة وبعض المدارس في الموصل وفي البصرة، أو أما مدارس الإخوة الكرد في شمال العراق واستمرت إلى أبعد من ذلك، انتقلت من اسم المدرسة إلى الشيخ الدراسة عليه على الطريقة المعتادة. فالصراع قديم ولكنه جديد أيضا، وغالبا ما ينتهي متصارعون في هذا الصراع إلى التوافق على الطريقة الوسط التي ذكرها الدكتور لنا، وهي المزاوجة بين الطريقة القديمة والطريقة الحديثة، لأن هذا الحل المنطقي، الحل العقلي، الحل السليم الذي يأخذ بحسنيات هذه الطريقة وإيجابيات هذه الطريقة، الاعتماد على النص على الكتاب وبناء الحصيلة التراكمية، ولكن مع طريقة الشرح، طريقة الربط، طريقة بيان الخطوط العامة والعريضة لكل مادة مدرسة، طريقة استخدام المصادر الساندة وغيرها. وقد أنتجت هذه الطريقة المشتركة كل الأمثلة التي نفخر بها إلى الآن، صاحبة الأفكار العظيمة التي بنت مؤسسات ما زالت إلى الآن. وبما أن الدكتور ذكر تجربة حديثة للأسف لم يكتب لها الاستمرار، وهي فكرة جامعة آل البيت في الأردن، فنقول أن هذه الفكرة وهذه التجربة بل حتى الاسم مأخوذة ومقتبسة ومستنسخة، بل ومتأثرة، أقول متأثرة أفضل، بتجربة جامعة آل البيت في العراق التي نشأت في عام 1924، يعني قبل 100 سنة تقريبا. تلك الجامعة أنشأها الملك فيصل وبإلحاح وبطلب من عدد من علماء بغداد، ومن أبرزهم رائد التعليم الديني في العراق الشيخ العثماني الأعظمي رحمة الله عليه، مدير كلية الدراسات والكلية العربية والإسلامية، دار العلوم العربية والإسلامية التي أصبحت بعد ذلك كلية الإمام الأعظم، والأستاذ فهمي المدرس العالم والأديب واللغوي والمؤرخ، صح، الذي جمع بين الحسنيين، درس على يد كثير من علماء بغداد ومنهم الشيخ على الدين الألوسي، ثم بعد ذلك درس في المدارس مدرسة الحقوق في الستانة، فجمع بين الثقافتين القديمة والحديثة، وأراد أن ينشئ جامعة تجمع بين هاتين الثقافتين وتقضي على هذا الصراع، ونجح في ذلك، ولكن لم تستمر إلا لدورتين فقط 6 سنوات، بدأ بالشعبة الدينية ثم الشعبة العربية، وكان يتمنى أن ينشئ شعب أخرى وأسماء هكذا شعب، لأن كل شعبة فيها مواد تدريسية أساسية كما ذكرها الدكتور في جامعة البيت الحديثة، مواد إجبارية ومواد اختيارية عامة شرعية وعربية، ثم مواد الاختصاص، فكان التخطيط تكون كلية قانون وكلية هندسة وكلية طب، حوالي 6 شعب كان يريد أن ينشئ في ذلك الوقت، وجمع لها خيرة الأساتذة من الثقافتين، مدرسي العلوم الشرعية والعربية ومدرسي العلوم الأخرى، بل أنه استطاع أن يقنع بعض المثقفين ممن ليس لهم خبرة في التدريس ولكن أحسن الظن في قدراتهم العلمية، ومنهم الضابط العراقي المؤرخ المشهور المعروف طه الهاشمي، الوزير ورئيس الوزراء بعد ذلك، فأقنعه بتدريس مادة الأديان، فألف كتابا في الأديان، فكان أول كتاب في تاريخ الأديان في العراق خصيصا لجامعة آل البيت. هذه السنوات الست خرجت القاعدة الأساسية لرجال التعليم والقانون والتشريع وحتى في علوم التاريخ والجغرافيا واللغة، الذين استلموا بعد ذلك قيادة المؤسسات التعليمية وغير التعليمية في العراق، ومن أبرزهم الأستاذ الدكتور رشيد علي العبيدي الذي ذكره الدكتور، العميد الأول في كلية الشريعة في العراق بعد الشيخ حمدي العربي. الدكتور رشيد العبيدي أسس كلية الشريعة فوق ما سمعنا الآن من الدكتور
قحطان أخذها من الشيخ ومشى على هذا المنوال ليكمل مسيرة تلك الجامعة. فتصور لو هذه الجامعة استمرت منذ ذاك الوقت إلى الآن وبقيت على نفس المسار على نفس السياق، كم عندنا من العلماء اللي يسدون الخلل والثغرة اللي تكلم عنه الدكتور عماد. يعني نضرب مثل واحد ونحن لصيقين بهذا المثل، كلية الشريعة أول عميد لها أول مؤسس لها والشيخ حمد الأعظمي الشرعي والقانوني، ولكن بعد ذلك إلى أن أغلقت، طبعا أغلقت مرة ثانية يعني أستاذ لم تستمر، تقاف ثم تغلق وهكذا مضطربة، كل عمداء بعد حمد الأعظمي ولا واحد منهم شرعي، لو اختصاص لغة عربية لو تاريخ، رشيد العبيدي لغة عربية، ناجي معروف تاريخ، جميل سعيد لغة عربية، وهكذا عمر باوزير أيضا عربي، ثم الغالي، ثم صالح أحمد العلي تاريخ، وهكذا رحمه الله جميعا. الأساتذة شرعيون أغلبهم من مصر ومن لبنان ومن غيره ومن فلسطين، الشيخ محمد بن الخطيب. لماذا؟ لأنه لا يوجد أساتذة عراقيون يحملون شهادة عليا ماجستير أو دكتوراه تؤهلهم للتدريس في هذه الكلية، لأن لم يوجد تعليم ديني في العراق، دراسات عليا لم تفتح في العراق إلا في عام 65 وأيضا تحت مسمى معهد الدراسات وليس الدراسات العلمية. إذن هذا الفراغ بعد إلغاء جامعة آل البيت واضطراب كلية الشريعة أفرز نقصا كبيرا في من علماء الشرع الذين يحملون الشهادات العليا الأكاديمية. أول عميد شرعي لكلية الشريعة بمسماها القديم الجديد كلية الإمام الأعظم كان الدكتور حمد عبيد الكبيسي رحمه الله في أوائل السبعينات عندما أشهد كلية الإمام الأعظم، ثم بعد ذلك ألحقت بجامعة بغداد في سنة 1908، وأيضا كان في مرحلة ما أحد العمداء ليس اختصاصه شرعيا. فإذا أنا أقصد بأنه هذا الصراع الطريقة القديمة والطريقة الحديثة أفرز لنا حالة خلل كبير جدا في مسار من مسارات العلوم وهو مسار العلوم الشرعية، فما بالكم بالمسارات الأخرى. فإذا المزاوجة بين الطريقتين كما ذكر الدكتور هي الأمثل، ولكن هل يتاح لهذه المزاوجة البقاء الحاضر؟ للأسف الآن ملاحظة مهمة ذكرها الدكتور، هذه الإحصائية ثبتت في كل الدول التي تعاني من مشكلة ما يسمى بالإرهاب، أن غالب من وقع في خطأ الإرهاب أو نسب إلى الإرهاب في غالبه بالنسبة المئوية ليسوا من خريجي الكليات الشرعية، وفي الغالب من خريجي الكليات العلمية. لماذا؟ لغياب المناهج الشرعية أو التثقيفية العامة. الآن مادة الثقافة الإسلامية تجدها في كل كلية من كليات العربية والإسلامية، ولكن مادة هزيلة، مادة ضعيفة، لا يؤبه لها ولا يهتم بها ولا يكمل المنهج عادة، وتكتفي بالعموميات والسطحيات بدون الغوص في كثير من التفاصيل. فإذا المزاوجة بين الطريقتين هي تحدي لا يستطيع أن يفعلها الآن إلا التدريس الخاص، أي التعليم الخاص عفوا، التعليم الخاص. وحتى التعليم الخاص بين مدة وأخرى في كل دول العرب والمسلمين يقنن حتى يكون شبيها وتابعا للتعليم العام. فقط ملاحظة. بارك الله فيك.